خلينا نشوف النهارده مثلا ونبدأ معاكم. أطلق رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي النهارده الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ بحضور عدد من الوزراء، وده موضوع مهم جدا. وأكد مدبولي أن مصر نجحت في الإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار. وأضاف أنه جاري إعداد خطة التكيف الوطنية فيما يتعلق بتغير المناخ وخطة مخاطر التغيرات المناخية في مصر. وإحنا عارفين أنه في تغيرات مناخية كبيرة. أنت دلوقتي النهاردة تقول هو الجو حر زي كده في الوقت ده، هو الجو ليه برد في وقت ما مش مفروض يبقى برد فيه؟ كل ده تغير مناخي العالم كله الحقيقة بيعاني منه. رئيس الوزراء أشار أيضا إلى أن الدولة تستهدف أن تصبح مصر مركز إقليمي للطاقة والانتهاء من البنية التحتية ولمنظومة المخلفات، ومشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ دي لسنة 2050. دايما تاخد بالك أن الدولة تخطط دائما لسنوات طويلة جدا، تهدف منها إيه؟ تهدف لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يقوم على خفض الانبعاثات في القطاعات المختلفة. وإحنا عارفين الانبعاثات دي أهم حاجة في العالم. يعني دلوقتي بيقاس تقدم الدول، يقول لك أنت عندك انبعاثات قد إيه، يعني كم الانبعاثات، يا إما من مصانع يا إما من عربيات يا إما من محركات، كل دي بتأدي الانبعاثات بتطلع للجو وتغير لك المناخ. خلينا مزيد من المعلومات. دكتور مجدي علام الخبير الدولي بالأمم المتحدة، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، أهلا وسهلا. يعني عايزة بس حضرتك كده ناخد شرح سريع للناس، ما هي الطاقة النظيفة؟ وطبعا الطاقة النظيفة هي الطاقة التي لا يصدر عنها نوع من انواع الدخان او التلوث زي ما بنشوف في المداخن. الصوره القديمه كانت الدول بتفتخر تحط المدخنة على العلم، يعني احنا حتى صحيح محافظه القليوبيه العلم بتاعها حاطين عليه مدخنة او نحط الترس، وده كان رمز للصناعه الثقيله يعني. لكن الحقيقه الزمن متغير وبقى الحديث عن الطاقه الشمسيه والطاقه النظيفه اللي ما بيطلعش منها انبعاثات. وبالتالي المشكلة عندنا كخبراء مناخ إنه الغلاف الجوي قدرته على استيعاب الملوثات قلت بدرجة كبيرة نتيجة الثورة الصناعية. على مدار 500 سنة بنحرق وقود، وهذا الوقود كان يخرج خارج الكرة الأرضية، وبالتالي كان تسخين سطح الكرة الأرضية قليل. يعني القرن اللي فات سخونية سطح الكرة الأرضية كانت 9 من 10. التوقعات إنه 2040 أو 2050 ممكن نعدي 2.5 درجة مئوية من ارتفاع درجة حرارة سطح الكرة الأرضية. أكيد. لو حدث إن إحنا وصلنا 2.5 في 2040 أو 2050 هتبقى مشكلة خطيرة جدا. أكيد. يعني كل الحرائق اللي إحنا شفناها في كاليفورنيا وكندا وأسبانيا وتركيا والصين وكل الزلازل اللي احنا شفناها والتسونامي جنوب شرق كلها أكثر. بترجع الى التغير المناخي، كله بيرجع للتغير المناخي وبيرجع لظاهره التسخين، سخونيه سطح الكره الارضيه وسخونيه المحيطات، مياه المحيطات. يعني السخونه صحيح لم تقتصر على سطح الكره الارضيه بل انتقلت ايضا للمحيطات والبحار وحتى الى الجليد. يعني احنا كمان بنتابع الجليد طيب خليني برضو حضرتك تضعنا على، خلينا نتكلم على يعني قد ايه ده ممكن ياثر على الاقتصاد، يعني اقتصاديات البلاد. يعني مثلا لو بنتكلم على القطاع الزراعي مثلا، لو على مثلا بتلاقي مثلا يعني اهالينا من الفلاحين يقول لك والله الزرعه المره دي من الجو ماتت، يعني بنسمع الكلام ده، فازاي يعني ايه هي التاثيرات الاقتصاديه؟ لا هو طبعا الست قطاعات الاقتصاديه ستتاثر تاثرا كبيرا على مستوى العالم. يعني احنا بنتكلم على قطاع الزراعه، بنتكلم على قطاع الصناعه، بنتكلم على قطاع النقل، بنتكلم على قطاع الاسكان والمجتمعات العمرانيه، بنتكلم على السياحه. ست قطاعات التنمويه كلها بيخرج عنها انبعاثات، وفي نفس الوقت لابد لها من برنامج تأقلم وتكيف، ولذلك بنلجأ لسيارات كهربائية، بنلجأ للمترو، بنلجأ للقطار الكهربائي اللي مصر بتعمله حاليا علشان نخفف عوادم السيارات وعوادم المداخن. أكيد. يعني احنا لا عايزين ملوثات تطلع من المداخن ولا عايزين ملوثات تطلع من عوادم السيارات ولا من حرق الوقود، لأن هو ده
اللي بيعمل ظاهرة اسمها الاحتباس الحراري. مظبوط. الاحتباس الحراري ببساطة علشان الجمهور يبقى معانا، الحرارة بتتحبس فوق سطح الكرة الأرضية ولا تخرج إلى الفضاء الخارجي. صحيح. بتبسيط شديد يعني. وتخنق الكرة الأرضية، يعني الناس تحس إن الجو مخنوق زي ما بنقول ببساطة يعني. عموما هذا على الزراعة أولاً، إحنا بيظهر جفاف. طبعا. بيظهر تصحر. الغطاء الأخضر اللي كنا بنعدي وإحنا شايفين في الطرق. صحيح. شايفينه بيختفي، يظهر مكانه الرمال، كثبان الرملية. صحيح. بتتحرك تردم الأراضي الزراعية، نسبة المية اللي إحنا بنعملها ارتفاع درجة الحرارة بتتبخر بسرعة، بتنشف، فبنضطر نعمل نوبات ري أكتر، نسحب مية أكتر، الإهدار اللي بيتم في المية أثناء الزراعة غير مطلوب، التخمر بتاع التربة نفسه بيطلع غاز الميثين وبيساهم في الاحتباس الحراري. المواد اللي مستخدمة في الست غازات المسببة للاحتباس الحراري، أكسيد الكربون وأكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين، بالإضافة إلى الميثين والبيرو كلوروفلورو كاربونز وغيرها من H2S اللي هو كبريتيد الهيدروجين، دول بيعملوا غلالة حول الكرة الأرضية. أكيد. يعني عشان كده بنقول عليها ظاهرة الثوبة الزجاجية، جرين هاوس جازي، كأن إحنا عملنا يعني كرة زجاجية حول الكرة الأرضية. بالظبط، كأننا يعني خنقنا الكرة الأرضية. يعني حتى الجو اليومين اللي فاتوا كده، لا إحنا عارفين لا هو شمس ولا هو ظل ولا هو حر، الجو متغير. أنا بشكرك جدا دكتور مجدي علام، الخبير الدولي بالأمم المتحدة ومستشار برنامج المناخ العلمي وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب. الحقيقة زي ما أنتم عارفين، الدولة الحقيقة مهتمة جدا. رئيس السيسي في أكتر من مؤتمر للمناخ، سواء في باريس أو في جلاسكو أو حتى إن شاء الله مؤتمر مصر بتستضيف مؤتمر المناخ اللي هيكون في شرم الشيخ في نوفمبر. أعتقد أن مصر مهتمة جدا، لأنه الحقيقة التأثير الحادث على القارة الإفريقية ومصر ضمنها كبير جدا، وعلشان كده أعتقد مصر مهتمة قوي، لأنه حتى احنا دلوقتي لما بنعمل أي مدن جديدة دايما بنفكر بالعلم، بنفكر في الحرارة، بنفكر في التغير المناخي، بنفكر حتى بالمحركات اللي بتمشي على الأرض، بالمصانع، كل شيء لازم يكون صديق للبيئة.